ما صعبناش، احنا صعيبة عملية من سجلنا بدون ما دخلنا، لكن بعد قعدنا جينا برشا فرص كناش نقطة طرح لكن ما سجلناش. هذيك هي الضايع، قبلنا هدف معناها كونتر اتاك، كان معناها شوية غفلة، لكن بعد ما قعدنا نلعبوا وقعدنا مسيطرين كالعادة، جبنا البلانتي الثانية سجلناها، والحمد لله الماتش صعيب لكن 3 بوان مهمين برشا. انا ديما يحط رواج وير باش يشوط، فهمت اللي حس روحه خير يشوط، شوط لاني السنين الثانيه حس روحه ما عمل من الكونتاكت صغير جا فيا شوط، انا الحمد لله ما وفقني ربي سجلت. باش مش نرجعوا للمباراه في الشوط، شنو اللي ليك تو ناقص؟ مشيت مشيت ياكل بواحد مع صحابك، شنو اللي ليك تو مشيت؟ اليوم مشيت ما كناش كالعاده، معناها تحس كيما تاعنا في الماتشات اللي عملناهم في الكوب ما ثماش ذما برشا ديسي تكنيك، سيرتو كنا معناها في تضييع الكرة كنا نضيع الكرة نفوتوها ديريكت، ما ثماش ديما تلقى شكون روتار الوقفة نتاعنا غلطة، لكن إن شاء الله زي ما توصل إحنا، لكن إن شاء الله نكمل نعمل فيزيوناج ونصلح الأغلاط اللي عملناهم، إن شاء الله نكون نقدم وجه خير من هكا إن شاء الله. معناتها عندي شوية وجع دونك، معناتها فرجاني زاد برك الله يعرف يشوت، كاو عندي شوية وجع ما حبيتش معناتها ناخذ ريسك باش نشوت، الحمد لله فرجاني ماركا وخذينا 3 بوان. عايش.